نرجع لأزمة لعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد. امبارح أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيان بعد الواقعة، وقالت في ملخص البيان بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي للاعبة، اللاعبة عانت عند وصولها لباريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها لبرنامج خاص في الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها لباريس، ثم فوجأت بتغييرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء، وبنتحفظ على ذكر التفاصيل مع العلم أن هناك تقرير تفصيلي من اللجنة الطبية يؤكد عدم توجيه أي مسؤولية على اللاعبة والجهاز الفني والإداري، ومن يريد الاطلاع عليه من المتخصصين يتفضل في اللجنة. ويمكن ده البيان رقم 4 أو 5 من ساعة ما حصلت الواقعة دي. طيب، هو بالتأكيد اللاعبة ما عليهاش أي لوم وما عليهاش أي مسؤولية، وده لأن هي لسه ما عندهاش أي خبرات ودي أول مشاركة أولمبية ليها، وممكن تكون ما تعرضتش للموقف ده قبل كده أو ما صدفتش إن هي تتعرض لموقف زي ده قبل كده في أي بطولة. ولكن المسؤولين، هل فكرة إن أي سيدة أو أي بنت رياضية بتمر بفترة فيها تغيرات هرمونية وفسيولوجية انتوا مش حابين ان انتوا تقولوا هي ايه، برغم ان ده بيتم تناوله عادي على كل شاشات التلفزيون في اي برنامج طبي او ديني، يعني ما هوش موضوع يعني بنتكسف منه، ولكن هل التغييرات الفسيولوجية اللي بتحصل لأي سيدة حاجة بالنسبة لكم مفاجأة؟ هل هي حاجة جديدة؟ هل هي حاجة عمرها ما حصلت قبل كده؟ هل دي حاجة ما بتحصلش لكل الأبطال اللي بيشاركوا في أي بطولة، سواء بقى كانت أولمبيات في الوقت الحالي أو أي بطولة تانية؟ طيب، إزاي ده ما يكونش معمول حسابه؟ إزاي اللجنة الطبية ما تكونش بتقعد مع كل السيدات والآنسات البطلات بتوعنا وتناقش الموضوع ده ويكونوا عاملين احتياطاتهم بشكل أو بآخر؟ وبعدين أنا دلوقتي عندي مثلا بطولة بكرة الوزن 50 كيلو، هل منطقي ان انا قبلها بيوم ابقى 50 كيلو؟ طب ما انا لو شربت بق مية هبقى 51 كيلو. ففكرة ان الكل بيتنصل من المسؤولية ده امر مش مقبول بالمرة. كأننا كلنا اتفاجئنا ان كل السيدات بيمروا بفترة ما بيحصل لهم احتباس في السوائل اللي هو ووتر ريتنشن في الجسم، وده طبعا بيؤدي لزيادة وزن، كأنها حاجة غريبة. يعني دي حاجة بتحصل في العالم كله، ده حاجة طبيعية جدا، انا مش عارفة ازاي احنا مش عاملين حسابنا. وبعدين هو برضو الفكرة دلوقتي المسؤولين في كل الاتحادات دي والمسؤولين في البعثة الأولمبية الكبيرة جدا جدا اللي كلفت الدولة ملايين الملايين، هل هما ما عندهمش خبرات كافية؟ طب انتوا لو ما عندكوش خبرات كافية بموضوع كريتيكال ومهم زي ده وموضوع بديهي جدا، بتتولوا المسؤوليات دي ليه؟ سيبوها للناس اللي عندهم خبرات. يعني الدولة مش مقصرة واللعيبة على فكرة مش مقصرة وعاملين كل اللي عليهم. انا ابدا 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 مش مع الناس اللي بتهاجم اللعيبة، هم عاملين كل اللي عليهم والدولة مش مقصرة في حاجة، تديهم كل اللي هم محتاجينه، وزارة الشباب والرياضة فاتحة الخزنة بتاعتها وكل يعني الطلبات اللي بيطلبوها اوامر وبتتنفذ. طيب المشكلة في ايه؟ في دايما كده حلقة وصل كده بتكون يعني بتبوظ الدنيا، شوية أشخاص مسؤولين المفروض ما عندهمش دراية بكل التفاصيل اللي المفروض يكونوا ملمين بيها طول الوقت. فيعني خلينا نقفل الموضوع ده دلوقتي، نتكلم فيه أكيد فيما هو بعد، ولكن كل الدعم كل الدعم كل الدعم بنقدمه لكل الأبطال الأولمبيين اللي بيشاركوا في أولمبياد باريس 2024 واللي بيمثلوا مصر أيا كانت النتائج إيه. إحنا عارفين كويس جدا أن كل واحد فيكم عمل اللي عليه وزيادة، اتمرن على قد ما قدر، على قد الإمكانيات، على قد الخبرات اللي حواليه واللي بتساعده، احنا كلنا متأكدين من ده، وان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم خلال الفترة الحالية، وان شاء الله ترجعوا وتحسنوا من النتائج بتاعتكم في البطولات القادمة ان شاء الله بإذن الله، يعني يكون القادم بالنسبة لكم احسن بكتير.